أحمد البسيجي فنان كونسبت آرت. بديت الرسم من عمري 2 سنين. والدتي اكتشفت فيني موهبة من أنا صغير. لقيت الوالدة فيني موهبة من الصغر، أعطتني القلم كانت ترسم لي قطار، فشافت إن أنا أرسم مثلها. يوم دشيت روضة بدوي المدرسين يشوفون لما يكون في قصة معينة ينادوني أنا أرسم القصة. بديت أدش مسابقات، أشوف إن بديت أطلع مراكز حلوة، رسمي يحطونه في البراعم والجريدة وهالأمور. كانت مشكلتي إني كنت ملول شوي، يعني والدي كان يوديني بعض الجاذرينجز مال الأرت وهالأم معارض وكذي، بس أتملل بسرعة. يعني أروح يوم دشيت المدرسة أستاذي محمود مصيقر شاف بعد فيني الموهبة وكان بعد أخلي مسابقات، كنت أطلع يا الأول يا الثاني. في عندنا لوحة عودة في المدرسة كان يناديني وأرسم والطلبة يمرون وراي يشوفون، فيعني كنت معروف في المدرسة إن رسام المدرسة. يوم بديت أكبر كنت ما أحس كان عندي احترام وايد حق الأرت. أنا رابي في الحد، شباب بالحد يقدرون القوة، الرياضة، دمك خفيف، يعني أشياء كلش مختلفة عن الأرت. نظراتهم يمكن كانت تنعجب في الأرت، بس نظرتي الشخصية كانت إن الأرت يعني not cool enough. فدشيت في الرياضة، دشيت في أشياء وايد مختلفة عن الأرت. كنت كلها علاقتي أنا والأرت مو علاقة حب، يعني كنت كلها كني مو فخور فيه. من الأشياء اللي فرقت وايد في مسيرتي الفنية مسابقة رسم كانت على مستوى محافظة المحرق كاملة، وكانت تبع يعني أندر محافظ المحرق كان هو اللي مترأس المسابقة. فالحمد لله شاركت في المسابقة وطلعت المركز الأول، وكان الشيء اللي وايد فرق أن ودون حق جلالة الملك الله يحافظه، وكان كنت أنا أول واحد كان يعرف فيني المحافظ حق جلالة الملك، وكلام جلالة الملك وترحيبه أمانة يعني شيء أقدر أقول إنه دفعني ليه اليوم، أحس إنه دافع خلاني إني أستمر في المسيرة، وكبر فيني حب الفن ورجعه يعني كنا ignited the fire again. عقب مرحلة المدرسة دشيت في تخصص جدا جدا مختلف، دشيت في الهندسة المدنية والمساحة. مجال طبعا كلش مشغف بالنسبة لي، دشيته لأنه كان عندي بعثة حق UK. أول سنة كنت كلش مو أوكي بالتخصص، علاماتي كانت كلش داون، خذت تحدي على روحي بشوف إنه أوكي أنا مثلا ما أحب المجال، بس هل أقدر أبدأ في مجال ما أحبه؟ كان هاي التحدي اللي كنت ماخذه على روحي، والحمد لله علاماتي كانت وايد أوكي. ومن الأشياء اللي وايد وايد شالتني في تخصصي في الهندسة الرسم، كنت أرسم بالبينت، مو فوتوشوب ولا شيء، برنامج البينت البسيط جدا كنت اسوي شغل، وكانوا الطلبه يعني وايد كانوا الطلبه يقولون لي يعني انت ايش قاعد تسوي في هالمجال، يعني انت مكانك فاين ارتس وكذي ايش قاعد تسوي في الهندسه، عندك الارت ذي يعني هاي طلع ملايين. فهاي الجمله كنت اسمعها وايد، حتى مدرسيني في المدرسه السوري كانوا يقولون لي لو الله يرحمه استاذ احمد رزق كان يقول لي لو انت ولدي عشان اطلع ملايين من وراك. فتخيل انا كنت اشيل نوع من الثقل، يعني لكن كل من حاط expectation وأنا ما قاعد ألحق دربي الصح، عرفت؟ طبعاً أنا درست في جامعة University في إيست لندن في شرق لندن 3 سنوات تخصص بكالوريوس، الحمد لله تخرجت بامتياز. عقبها طبعاً رجعت البحرين اشتغلت في الهندسة، يعني ما كان المجال اللي يعني يركب وياي أمانةً، كان رسم دائما صديقي لما احصل فاتشة، يعني دائما موجود رسم في كل فتره، بس ما اعرف شو اسوي فيه. كنت حزت متوجه في رياضه وكمال اجسام هالامور. الله يذكره بالخير صديقي محمود الشرقاوي قال لي انا ما بخليك، انا الا اخليك ترجع للفن، يعني ابيك ترجع بقوه، يعني تي معارض وتشارك ويانا وكذي. فرصه وايد حلوه جاتني يوم كنت 2014 اول استوديو بحريني للالعاب امباير ستوديوز، سووا أول شركة ألعاب رسمية في البحرين. فهد الخليفة الله يذكره بالخير للحين بالشغل وياه، يعني هو كان أحد المؤسسين للشركة، فقال لي هاي الشركة مالتنا Empire Studios، المكتب فوق برويك إياه، وعندنا لعبة بنسويها، وعطوني بريف يعني بسيط عن لعبة وكذي. وهو يتكلم قلت له يعني شخصيا رسمت في بالي، فقلت له تعطيني دقايق أجيب لك دفتر من السيارة ويرسم لك. قال لي من صدقك؟ لا دقايق. جيت رسمت، سويت له سكتش بسرعه شي ورويته، اللي يقول لي والله العظيم انه اكزاكتلي يعني انت رسمت اللي في بالي بالضبط. الكونسبت ارت هو عباره عن انت عندك كونسبت مكتوب، نص سيناريو يكتبونه الكتاب الرايترز، احنا بنحول ذي النص المكتوب الى
شخصيات، انفايرمنت، ستوري بورد، اشياء مرئيه، اشياء تنشاف. الكونسبت ارتست هو الشخص اللي يحول الكلام المكتوب الى صور فيجوالز، فيحتاج الناس عبالهم يحتاج الى ابداع ومخيله، وهاي شيء نعم جزء بسيط بس يحتاج الى بحث وقراءه وعلم وتعمق وسفر ويشوف الدنيا عشان يبدع لك، يفهم في الديكور، يفهم في الازياء شوي، يفهم في شلون يتعلم. اذا شيء ما يفهمه خير شر، مجال يبلي مجال يدي، قلت لي صمم لي ساعات، اقول لك اوكي عطني اسبوعين ثلاثه ادرسهم وبرجع لك. ما يقول لك انه لا مستحيل، لا. يعني انا عندي مثلا صديقي المساوي حسين المساوي، الله يذكره بالخير، حاليا في امريكا عنده شركه واشتغل تحت اديداس ونايك. هو بعد يعتبر كونسبت ديزاينر، كونسبت ارتست، بس هون داش مجال الجيمنج والالعاب، هو داش مجال عزكم الله الجواتي، نايك، اديداس، هي شيء جدا مختلف، سيارات. فبحريني بعد من اعظم الناس، يعني اعتبره منتور امانه. طبعا مجال كونسبت ارت في زياده، في تطور. يعني انا اذكر سويت مقابله قبل 5 سنوات كنت اقول في بضع مئات كونسبت ارتست في العالم، الحين يعني يمكن في الالوف وزياده، يعني يمكن ما استغرب ليش عشرات، يمكن مئات وايد صعبه بس عشرات الالوف. كنا بضع مئات قبل 5 سنوات، ما في. الحين المجال وايد قاعد التركيز على الجيمنج، الاندستري مال الجيمنج في تصاعد مو طبيعي. الشركات العالميه العوده كلها قاعده تدش في المجال. توجه امباير كان ان كنا بنروح من بارت تايم لفول تايم، بس الله ما كتب ورجعت. تقدر تقول اني رجعت من الصفر. احنا خلصنا تجربه امباير، ضقنا الحلم، ضقنا جزء من الحلم، ورجعنا كنا من البدايه مره ثانيه. انا دائما احاول ان الاقي طرق ان اوصل حق الصوره دي. كذي انا لما اشوف اي باب صغير يتباطل له دخل في المجال سيد بادش فيه. يعني ما يحتاج تعطيني الشيء اللي ابيه على طبق من ذهب، بس عطني لمحه، عطني ان في امل وانا بحفر، بس روني انه ممكن. فقلت لك باب الاعلام بطل لي باب انه ممكن. انا كان هدفي ترى في الاعلام، يعني اي مكان اي وزاره في البحرين، بس انه انا شغلتي رسام، وكنت حتى مستعد اقبل 3/4 الراتب، بس الوزاره نفسها قالت لي بنظلمك اذا جبناك. تخيل، يعني انا كنت مستعد ان اروح مبلغ اقل، الوزاره قالت ما نبي نجيبك لان هاي ظلم لك، وما نقدر نحطك في بي جريد، انت وايد راتبك اعلى من اللي نقدر نوافره. يوم رحت بريطانيا كانت تجربه وايد 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 صعبه. يعني كنت ما اعرف شنو ناطرني. كنت اقول ان احنا يعتبروني فنان البحرين، هاي الحمل يعني ثقيل ترى، فنان البحرين، وكل من يقول ما شاء الله احمد البستقي. كنت الحين بشوف وسط العالميين شباب من كل مكان في العالم، كانوا ويانا ناس من نوروي، ويانا ناس من عدة دول، من الصين، من بريطانيا، من عدة اماكن. فاول اسبوعين كان في ارتست اختبار يبون يشوفون المستوى، وكانت حياتي في يوكي بس رسم وتمرين، ولا شيء ثاني. كان من احد اهدافي اني ارفع اسم البحرين، ولان كانوا يرون اعمال الطلبه واحد الماني وايد قوي، فانا وانا طالع اقول والله بتخلون اسم البحرين، والدفعه الجايه بيقولون البحريني. واتذكر طلعت لي غده من الخوف، والله كنت خايف، ما اعرف شو مستواي. يعني اول مره كنا نحط على المحك، قدك كانت تكبر. وأول ما سلمت وعرفت النتيجة بدأت تصغر، والنتيجة كانت أن المدرس ياني ويالي قال لي أحمد أنا بسألك أنت إيش قاعد تسوي هني؟ قلت له شنو يعني؟ قال لي أنت ليش جاي؟ كان مستواك وايد زين. صدقني قلت شنو؟ قال لي مستواك وايد وايد زين، يعني ما أعرف إيش قاعد تسوي هني. يعني هو كان يقصد انه كان مستوى اعلى من التخصص، وكان يقول لي تسمح لي اتيت عليك اضغط عليك اكثر من الباقي. قلت له بالعكس، انا جاي هني عشان ذي الشيء. كانت حياتي في يوكي كلها شغل، حتى ساعات لين احد يكلمني يتصل لي وانا سماعه وانا ارسم. مرتي عندها صور لي وانا راقد والقلم في يدي. استمر الضغط والتعب الكرف ذي والشغل لمدة
السنة كلها. كان لي اسم في الجامعة، كانوا يسموني The Guy With Mad Skills، ما يعرفون اسمي، كانوا يسموني الرجل ذو الموهبة المجنونة. ولما أرسم يتجمعون على طاولتي ويقولون لي أنت، يعني يسموني برنتر، أسامي غريبة يعني، إن يشوفوني أرسم يقولون هاي شنو رسمة ولا طباعة ولا. وأتذكر كانت في لوحة لي سمت مباني الجامعة، كان في واحد يحلف أن هذه الشغل 3D، أن يقول ما في أمل هاي يد رسمة. فكان يعني كانت في قصص من هالنوع. وأتذكر كان في بعد معرض قبل ما ندش آخر فاصل، كانت لوحتي الأولى اللي انحطت في المعرض، وحتى في المواقع كان مكتوب اسم البحرين إنه and we have people from بحرين فرانس، بحرين أول شيء، ورسمة البحريني أول واحد. طبعاً قبل التخرج أنا كنت أفكر إني أروح جامعة البحرين، كانت أحد الأوبشنز، بس بعد تفكير وتخطيط شفت إنه لا خلينا نجرب على الشركات العالمية. أول شيء طلعت منطقتنا، هل في شيء في منطقتنا؟ هل في شيء في الوسط العربي يعني؟ شفت إنه ما في شركات قوية تذكر حزاتها. أمانة إذا بتشوف اليوم ترى في وايد المجال وايد تطور. قدمت في وايد شركات عالمية، الموضوع مو بالسهولة اللي الواحد يتوقعها. معنات إنك أنت تخرجت أول على الدفعة، معنات حياتك كبروفيشنال بتكون سهلة مثل الجامعة. It's a very very different game. فأنا قدمت تقريبا في 32 شركة. وحصلت رف بعد رف، فمني بديت شوي اني اتوتر لين ما كنت في المطار، وكنا متجهين لكاس العالم في روسيا. وانا في المطار ياني رد من شركه بارادوكس انتراكتيف، شركه عالميه طبعا، هي شركه حاليا انا شغال فيها، شركه سويديه. فقال لي الشخص اللي طرش الايميل، قال لي ابى اسوي لك انترفيو. بارادوكس بعد كملت وياهم اعطوني بوزيشن اول شيء جونيور، يعني اقل شيء. يوم سالوا مدرسيني وكذي، اسمعوا ظهر حكي وايد حلو كذي، بروحهم كلموني قالوا لي بنرفعك لي ميد ليفل بروحهم. انا ما قلت ولا شيء، وهاي شيء وايد سبحان الله توفيق من رب العالمين. يعني سالوا المدرسين قالوا لا ذي مو جونيور، خلينا رفعه. يعني قصوا لي تذكره، هاي كان احساس مو طبيعي، فندق على حسابهم وكذي. فرحت يوم يومين، رحت اول مره اشوف الشركه واشوف الموظفين واشوف الجو واشوف الدوله. فكان في ترحيب حلو من الجماعة، كان عندهم شيء اسمه فيكا، يأكلون عندهم سينمون رولز، قاعدين على طاولة الارت تيم. رحت أنا وسوالف وياهم كذي، فكان تور حلو يعني على الاستوديو كهم اللي قاعد فيه المدير ورواني الشغل وكذي، وقال لي بيكون مكتبك هني وهاللون. أنا أحد أهدافي إنه أجيب الاندستري ذي، أجيب البحرين. حاليا أنا أخذ خطوات عملية، يعني ما يصير أقول كلام وما أبتدي من الحين. فأسوي لايفات drawing classes weekly، أعلمهم اللي عندي، أرسم وياهم. يعني مو بنا أنا كني أقول سوي كذي سوي كذي، أنا وياهم. وبديت أتعلم شلون أجيب ناس، أوظف ناس، I delegate work. في أش في ناس يشغلون وياي بدون فلوس، في ناس يشغلون وياي بمبالغ. فعندي مشاريع يعني حاليا أنا I delegate عشان أنا بعد أركز على علم جديد، أبغى أتطور زيادة، أتعلم 3D، أتعلم شيء زيادة. أمانة لو أتمناه إن تصير في وزارة اسمها وزارة الترفيه، إن تكون شيء حكومي، لأن في وايد ترى شباب بحرينيين أنا عارفهم بالاسم. فأمنيتي إن إحنا نعرف قيمة هالمجال ونبتدي نستثمر فيه. كانت في مسابقة على مستوى اليابان، دشيت شفت إن في جائزة حلوة حق المركز الأول، فخصصت بعض الأوقات يعني 6-7 ساعات في اليوم دشيت في المسابقة. طبعاً مسابقة على مستوى العالم، الحمد لله طلعت المركز الثاني. المسابقة كانت قبل 7 شهور تقريبا. في قصة وايد أنا أذكرها، قصة الياباني اللي راح ألمانيا وتعلم شو يسوي ماكينة من ألمانيا، ونحك وتعلم وتغرب وتألم، وخذ شلون تعلم الماكينة الألمانية ووداها اليابان وسوى شركة هوندا. ففي أصعب لحظاتي وأنا هناك كنت أفكر في ذي، هاي اللي كان يخليني أكمل. أنا أحد أمنياتي وأمنية وايد من الشباب اللي ويا في الكوميونتي، هم وايد حاطين على عاتقي يعني إن أحمد بيسوي شركة عودة بيوظفنا كلنا. أنا أتمنى والله مساعدة من الجهات العليا، إن ترى في مواهب بحرينية وتعطش ويوع مخيف في الشباب البحريني. يعني نحتاج دعم، نحتاج تبني، يعني إن أحد يتبني هالمواهب.
لأن في مواهب والله العظيم إنها تنافس وأقوى بعد من الأشياء اللي شفتها في السويد. ترى والله المجال فيه خير، يعني فيه إيرادات حلوة إذا استثمرنا فيه، وفي شباب ترى مستعدين بتويكس بسيطة بخبرات يعني عالمية من شباب وايد عارف، مو أنا بروحي، إن أحس إنه ويا بعض نقدر نسوي شيء وايد وايد قوي وينافس العالم بعد ونصير من التوب بإذن الله.